حضراتكم مرة تانية، عودة لعشرة الصبح في الأهلي وآخر فقرة حوارية من فقراتنا النهاردة. والحقيقة في مجموعة كبيرة من الملفات الشائكة على الساحة الكروية سواء محلية أو إفريقية، كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي كريم سعيد رئيس تحرير يلا كورة، الرجل صاحب الرأي، يعني الرأي اللي دايما صائب والرؤية الثاقبة والكلام اللي بيتكلم زي ما بيقول. منورنا كريم، أخبارك إيه؟ صباح الخير. صباح الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. اهلا بيك. اهلا بيك. بص بقى يا زعيم، ايه رايك نبتدي معاك بتوابع السوبر الافريقي والحاله المعنويه المرتفعه طبعا. واخيرا الاجازه اللي حصل عليها كل اللاعبين عن جداره واستحقاق الحقيقه، الى اي درجه الكلام ده ممكن يبقى له انعكاسات طيبه في لقاء الترجي وخصوصا اللقاء؟ وطبعا اعتقد الفتره الحاليه جت في وقتها، والاجازه دي كمان والراحه طبعا. دي جت للعيبه بصراحه بعد فترة من الضغط، يعني صعب جدا جدا على اي لاعب كرة ان هو يتحمل الضغط اللي حصل للاعب نادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة وكم السفر الكبير. يعني لو بنتكلم مثلا من ساعة فاينل القضية ممكن بتاع قفشة، تتكلم فترة طويلة جدا، بتروح قطر وبتسافر تنزانيا وبتسافر طبعا. جنوب افريقيا وبتسافر كينشاسا في الكونغو الديمقراطية، وداخل مصر بتسافر بتلف كل المحافظات صحيح. عشان تلعب مباريات في الدوري وفي الكاس وتلعب في دوري ابطال افريقيا وفي كاس عالم انديه، طبعا ضغط فظيع جدا. الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور بان تيجي فتره الراحه دي، وجت بعد وجهه نظر شخصيه، جت بعد تعب الاعلاميين، مش من لجنه اتحاد الكوره، يعني اللجنه ما كانتش عارفه ان ما ينفعش ان هي تحط مباريات للنادي الاهلي طالما ان في اكتر من 2 لاعبين من القائمه بتاعته تم استدعائهم للمنتخبات الوطنيه المختلفه في الاجنده الدوليه طبعا. فلما طبعا الامر تم اثارته اعلاميا، اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره رجعت اللوائح، فلقيت ان الكلام طلع صح، فقالوا يا خبر ابيض، اه والله ده الكلام طلع صح، والنادي طبعا بعت فاكس، طب يا جماعه اجلوا الماتشات. فطبعا الحمد لله اعتقد يعني ربنا سبحانه وتعالى هو كاتب للعيبه ان هم يستحقوا الراحه دي قبل طبعا برضه فتره ضغط جايه ان شاء الله. وانت بتتك على جمله اللجنه ما انت كده بتجبرني بقى يعني اسيب مؤقتا الموضوع اللي كنت هكلمك فيه ونروح للجنه دي. أي. كيف تدار الامور في اتحاد الكره وخصوصا ان احنا بقينا مؤخرا برضه بنسمع عن ان في يعني ملفات شائكه خلينا نسميها سواء في رياضات الصالات او في مساله ملف التحكيم كره القدم، يعني في عوق كده حاصل. والله بص يا كريم، هو الفكره ان يعني الاخطاء الاداريه كتيره في الفتره الاخيره، يعني بنتكلم على كم هائل من الاخطاء الاداريه. طبعا اكيد 100% مش متعمده، بس واضح ان في عدم درايه. يعني فاهم قصدي، انا ما بنقولش ان الناس متعمده تعمل اخطاء، ليه الدليل ان هم بيصلحوا اوكي، لكن اخطاء كتيره قوي، والمفروض حاجات يعني المفروض هي بديهيات يعني الاداره في اتحاد الكوره. يعني انا ما اجي اقول لك النهارده ما ينفعش تحط مباريات لفريق في الاجنده الدوليه، انت عايز طبعا تخلص الموسم بدري عشان نبدا الموسم الجديد والسنه الجايه والكلام ده، فانت بتيجي تلاقي نفسك انت بتعمل شيء يخالف اللوائح. برضو ملف التحكيم بصراحه واحد من ملفات السيئه جدا السنه دي، وشفنا كم هائل من الاخطاء. وتاني انا بقول الاخطاء، مفيش حكم مصري بيتعمد ان هو يعني يضر فريق او ان هو او ممكن يشكك في ذمته، بس الاستمراريه بتوحي لكن ما هو في ضعف. لا في ضعف، ده ضعف. انا وجهه نظري، انا مستحيل اشكك في ذمه حكم مصري، كلهم ناس شرفاء وكلهم ناس كويسه وكلهم احنا تعاملنا معاهم على المستوى الشخصي كلهم ناس كويسه جدا. انا مش بكلمك على ما طبعا كلهم شرفاء، انا قصدي اقول لك ان لما يكون نوع معين من الاخطاء متكرر بشكل دائم ومستمر، ضعف وفي مشكله في الشخصيه، في مشكله في الشخصيه. مثلا كابتن جهاد جريشه لما يبقى المفروض النهارده في اخر سنه من حياته التحكيميه، خلاص يبقى انت وصلت من الخبره، يعني انت النهارده بتشتغل، خلي بالك اخر سنه في مجالك او في شغلانتك دي انت بتعتمد فيها على الخبره اكتر ما بعتمد فيها على الجهد البدني. فالنهايه كانت يعني اكثر من سيئه في وجهه نظري الشخصيه. فاللي عايز اقوله ان اوكي خلاص اللي فات مات، والحمد لله الفتره دي جت في الوقت الحالي، والحمد لله بالنسبه لمنظومتنا منظومه النادي الاهلي
كاس السوبر نفسيا يعني خلى المنظومه كلها مرتاحه وكلنا الحمد لله في وضع جيد عشان عندنا استحقاقات مهمه جدا فتره قليله. يعني بدايه من مباراه الذهاب باذن الله قدام الترجي في تونس، احنا بنتكلم على الفينشنج بتاع الموسم الافريقي، بنتكلم على الفينشنج بتاع الدوري بعد كده الاسابيع الحاسمه، وبنتكلم على الفينشنج بتاع كاس مصر. يعني في ثلاث بطولات جايين، بخلاف طبعا لسه احنا مستنيين بقى ماتش السوبر المصري اللي هو اتشال، ده اتحط يوم 1/7 وفجاه شالوه ومحدش قال لنا هيتلعب امتى تاني ولا اي بتاع، بس قشطه يعني مش مشكله. طيب برضو بالنسبه لمباراتي الاهلي مع الترجي التونسي ذهابا وايابا، فكره تشديد الكاف على عدم حضور اي جماهير للفرقتين، ده سلاح ذو حدين للفرقتين برضو ولا ايه؟ والله شوف يعني بالنسبه للنادي الاهلي الحمد لله احنا يعني تاني منظومه النادي الاهلي منظومه ذكيه ان هي بتحط الفريق في التعامل مع اي ظروف. وانا بحيي منظومه الاهلي، واقصد بالمنظومه يعني كل من في المنظومه، اداره وجهاز فني وجماهير واعلام والاعلام الاهلي كل ليه بقى؟ اللي في نقطه مهمه جدا المنظومه بتعملها، المنظومه لا تتوقف على النقد، وده شيء في قمه الايجابيه طبعا، شيء ايجابي لدرجه فظيعه ممكن نحسه النهارده. انت بتقعد فتره نقد ايجابي مش نقد سلبي، مش نقد هدام، مش اللي هو فاكر ايه اللي هو انا عمال اقول لك لا انت وحش انت وحش، لا طبعا انا باجي اقف اقول لا عايزين دي، لا وطرحت حلول كمان طبعا، دي عايزين نخلي بالنا منها، لا دي لا، لو الظرف ده اتحطينا فيه عايزين نعمل كذا. فالنقطه دي النهارده بتخلينا عندنا الثقه في ايه؟ انك تلعب تحت اي ظروف، في جمهور لازم يا جماعه يبقى عندنا قدره على التحكم في الثبات الانفعالي لما فجاه تلاقي نفسك بتلعب قدام 5000 متفرج، لان بنتكلم على لعيبه كريم بقى لهم اكتر من 5 أو 6 سنين معظم مبارياتهم بيلعبوا في استادات ساكته مفيش خالص مفيش صوت، فجاه بيروح قطر قدام نهضه بركان يلعب قدام 15000 او 10000، ممكن يجي فجاه يروح تونس يلعب قدام 30000. ده في الطب النفسي يقول لك لا بتبقى محتاجه تحضير طبعًا، ان الموضوع صعب صحيح. فالحمد لله النهارده احنا واصلين للدرجه بتاعه ان احنا نقدر نلعب في تحت يعني ضغط جماهير ونلعب في استادات صامته، وان شاء الله اهم حاجه بس الترجي يلتزم. يعني طالما ان الكاف ان الترجي عنده مشكله، يعني الترجي مش عنده شيء، عنده مشاكل مساحه لعدم الالتزام، مش بتبقى قوانين ملزمه، لا ما هو معين شعباني لو ما التزموش احنا كمان ممكن الجهاز الفني طلع قال لك لا احنا هندخل جمهور واحنا حتى ايفي لو تسريبات، بس احنا بنتكلم على ان واضح الترجي خلال الـ3 سنوات الاخيره عندهم بعض المشاكل. وانا بالنسبه لي انا كريم سعيد بقى اهم نقطه المفروض ينتج عنه عقوبات لعدم الالتزام، لا معاك بص يا كريم احنا دلوقتي بنتكلم في نقطه ولا هي الدنيا بتمشي بالحب ولا ايه؟ ممكن لا ممكن تمشي ممكن يحصل ضغط، طب يا جماعه سيبوا لنا ندخل 1000 اصل مش طب اوكي ماشي مش هندخل جمهور، هتدونا كام دعوه مثلا؟ يعني هنديكوا 100 دعوه في 100 فرد بس يخش، طيب دخل يا ابني 500. طب هو مش المساواه في الظلم عدل زي ما بيقولوا؟ ايوه صح لو دخل لهم 100 دعوه يبقى احنا كمان لا طبعا ممكن. ايوه لا مش ما انا بقول لك، بس هي الفكره في حته ايه؟ ان اللي عايز يلتف هيلتف، بس بيني وبينك موضوع الجمهور بالنسبه لي مش هو اهم حاجه، مش دي مشكله بالنسبه لي في ماتش رادس. المشكله في اكبر مشكله في ماتش رادس في وجهه نظري الفار، هو ده اهم حاجه، انك الفار يبقى جاهز. احنا وصلنا لمرحله ان الفار بدل ما يبقى عنصر طمانه بقى مقر للقلق. ما هو مصدر للقلق لان في واقعتين حصلوا في رادس بسبب الفار، هي دي المشاكل اللي حصلت قبل كده، ان انت عندك مشكله في ماتش الوداد وحصل قبل كده ماتش الاهلي حتى 2017، في مشاكل بتحصل. فان شاء الله هو المفروض اصلا كان الفار يتعمل من دور الثمانيه، ده في وجهه نظري يعني ما كانش في ما يمنع انك تحط الفار اصلا في مباراه دور الثمانيه، لكن كل اهم حاجه بس ان احنا نتاكد ان تقنيه الفيديو موجوده ان شاء الله وشغاله بشكل جيد جدا، لان اعتقد هتبقى واحده من اهم العوامل في المباراه دي ان شاء الله. تعال بقى نروح لبيتسو موسيماني طبعا، وعايز اسالك على فكره تدوير اللاعبين الى اي درجه كان ده متحقق بشكل ناجح في الفتره الاخيره مبدئيا كده؟ نعم طبعا بيتسو موسيماني واحده من النقط او من الاختبارات اللي كانت ناس كتيره بتنتظرها مباراه السوبر الافريقي، مش في قوه او ضعف المنافس، لان برضه نهر البركان بصراحه في الظروف الحقيقيه، واحنا اتكلمنا على النقطه دي فنيين كتير قبل الاهلي، قلنا ان هو مختلف شويه عن الفرقه اللي واجهت بيراميدز والفرقه اللي واجهت نادي الزمالك خلال السنتين الاخيرتين. ولكن واحده من التاسكات الموكده للمدير الفني
ان انا النهارده ازاي اجهزك ذهنيا انك تخرج من بطوله وتخش بطوله تانية، ازاي اتعامل في وسط هذا الكم من الاجهاد والاصابات اللي انا بمر بيها. يعني بيتسو موسيماني من شهر 11 ما حطش ايده على القايمه كلها سليمه، يعني دايما في كل شويه في حد بيخرج من عنده، فده برضو اختبار المدير الفني. وكمان الراجل يعني بيخوض تجارب مختلفه في يعني المعترك المحلي، المعترك الافريقي، بعد كده يروح كاس مصر، ومباريات مختلفه، في مباريات محتاج تجمع فيها نقط، في مباراه بطوله 90 دقيقه تخلص عشان تاخد الكاس. فالحمد لله في وجهه نظري الراجل يعني استحمل الضغوطات، واكيد في اخطاء طبيعي، يعني الراجل مش سوبرمان، مش هيعمل كل حاجه في الوقت ده تبقى بيرفكت يعني. فانا شايف البيتش موسيماني ماشي بدرجه تفوق ال 90% وتقسيمته للامور جيده جدا، تخطيطه اللي هو طويل الاجل جيد جدا 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 على المستوى البدني، بيخلي اللعيبه تديك التارجت اللي انت عايزه. هل التخطيط طويل الاجل ده ينطبق على الملحوظه اللي اتقالت كذا مره قبل كده، فكره عدم التهديف او عدم تسجيل اهداف في الشوط الاول؟ كان في ناس يعني مش عارفه هو ده نتيجه خلل معين ولا في قصد ونيه مبيته ورا هذا الامر. البعض راح بدماغه فكره ان هو انت بتستنزف طاقه وقدرات الفريق المنافس. نعم. فالحته دي برضو كانت مثار لجدل واسع. لا، هو مليون في الميه اكيد ان فلسفه بيتسو موسيماني في التاكتيك بتاعه بيعتمد على اجهاد المنافسين، ليه؟ ان هو اوريدي راجل بيبحث عن الاستحواذ المبكر وبيبدا التحضير للعب من عند الحارس. فطالما انا بحب الطريقه دي او بحب الاسلوب ده، فده معناه ايه؟ انا عايز اخليك تتحرك كتير، عايزك اخليك تضغط كتير عشان افتح مساحات في ظهرك. وكمان اذا لم اوفق في الشوط الاول في التهديف، فانا برجئ وباجل مساله التهديف للشوط الثاني، بس بعمل ايه بقى؟ بزود ضغطي. وده اللي شفناه في نهضه البركان. صحيح. اول 10 دقائق من الشوط الثاني هجوم كاسح للنادي الاهلي وضغط شديد جدا جدا جدا. ليه؟ لان هم عارفين فريق نهضه البركان 6 لعيبه منهم فوق ال 30 سنه وكانوا اجهدوا تماما في اول 45 دقيقه، امانه لعبوا يعني شوط جيد الشوط الاول. طبعا الشوط الثاني هو ده التوقيت المثالي، اول 10 دقائق على طول اقضي على المباراه بحيث ان انت تفركشهم، وده بالفعل اللي حصل، واكيد دي من سياسته. بس اكيد مفيش مدير فني لما تروح تساله تقول له هو انت مخطط تجيب الجون في الشوط الثاني؟ استحاله هيقول لك لا. يعني طبيعي ان هيقول لك لا، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اسرع عمليه التهديف، ولكن اذا أسوأ الظروف ما قدرتش بقى ازود تركيزي في ال 45 دقيقه الثانيه. طيب يعني اخيرا وليس اخيرا، لان احنا فاضل عندنا اقل من دقيقه ونص على نهايه الحلقه، فعايز اسالك واختم معاك الحوار بالسؤال ده. سمعنا مؤخرا في كلام كده برضو، عايزين نعرف منك مدى مصداقيته، فكره ان في اتجاه او في توجه او في حتى تفكير بان الموسم الجديد للدوري المصري هيكون مكون من مجموعتين. الكلام ده حقيقي ولا؟ طبعا فكره مطروحه واتطرحت في الاجتماع الاخير للجنة، انك تقلل عدد المباريات. لما تخلي الدوري على مجموعتين بالتالي الفرق كلها مش هتلاعب بعضها، في مجموعه هتلاعب بعض ومجموعه هتلاعب بعض، فبالتالي هتقلل. يعني احنا بنلعب دلوقتي 34 اسبوع، واضرب بقى 34 في 9 مباريات هتطلع بعدد معين، هتقلل المباريات دي اكيد ليه تقريبا النص، وبعد كده تعمل دوره مجمعه. في بقى البعض يقول نعمل ما بين الاول للرابع، وفي بعض يقول لا نعمل من 1 لـ 8. بس انا كريم سعيد وجهه نظري الشخصيه، الفكره دي بالنسبه للموسم الجاي فكره جيده جدا، والموسم الجاي لو بقى على مجموعتين هيبقى شيء افضل من انك تلعب على دوري من 18. ربنا يصلح الحال. كالعاده بنسعد بوجودك معانا كريم، شكرا جزيلا لوجودك معانا، واكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين من 10 لـ 12 الظهر، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.